صحيح. طيب احنا معانا دلوقتي استاذ احمد فراج الناقد الرياضي من استاد السلام. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير عليك يا شيماء، وبرحب بيكي وكل متابعيك قناه الاهلي. عايزين نعرف من حضرتك الاجواء والاستعدادات الخاصه بمباراه النادي الاهلي وفاق سطيف النهارده من استاد السلام. ممكن اكلمك الاول على الاجواء التنظيميه. الاجواء التنظيميه ماشيه بشكل كويس جدا من باب التأمين. التأمين ماشي بشكل كويس جدا لأن مفيش جمهور أصلا النهارده قرب أو دخل في محيط ملعب السلام، لأن أكيد أنت تابعتي قرار الأمن. طيب بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي اللي مسموح لهم إن هم يحضروا اللقاء ب 10,000 عضو من أعضاء النادي الأهلي، هل في توافد من أعضاء النادي الأهلي ولا لأ؟ حتى الآن التوافد ممكن يكون يعني يتعد على صوابع الإيد الواحدة. ده ممكن يكون برضو السبب إن التذاكر اللي كانت بتتختم في الجهات المختصة وصلت متأخر جدا لمقر النادي الأهلي النهارده الصبح، وده ممكن يكون سبب يعني تأخر حتى في الأعضاء الراغبين إن هم يحصلوا على تذاكر، فضلا عن إن جمهور يعني جمهور الأهلي الفئة الأكبر منه ممكن ما تبقاش من اعضاء النادي، وفقا ان انت بتدوري على 8500 تذكره. الامن سمح انها تتباع، لو هتحددي فئه الاعضاء فيها هتبقى اقل شويه من فئه الجمهور الطبيعي اللي هو بيروح يحضر المباريات. هل في اي ملامح للتشكيل الخاص بالنادي الاهلي او بفاق سطيف ظهرت لحد دلوقتي؟ هو لحد دلوقتي يعني بشكل رسمي لا صعب، بس ممكن من خلال المتابعه خلال الايام اللي فاتت وخلال التدريبات اللي فاتت اللي قضى الكارترون المدير الفني للنادي الاهلي ممكن ما يكونش فيه مفاجات كتير. بالعكس هو ممكن يرجع لاخر تشكيل لعب بيه امام رويال الغيني في القاهره، اللي هو محمد الشناوي، سليف كوليبالي، وايمن اشرف لغياب سعد سمير. طبعا ايمن اشرف هيلعب مساك، وعلي معلول، واحمد فتحي، هشام محمد، وحسام عاشور، وليد سليمان في خط النص، وجنبه اثنين اسلام محارب واحمد حمودي وليد ازارو. كانت يعني مجرد ساعة من دلوقتي أو ساعة ونص ممكن التشكيل يطلع بشكل رسمي ونهائي ويبقى باين قدام الجمهور. إمتى متوقع يوصلوا الفريقين للملعب؟ هو الأهلي يعني وفقا للاجتماع الفني بتاع امبارح اللي حضروا مسؤولي الفريقين من الأهلي وفاق سطيف، فالمقرر والمحدد إن الفريقين يوصلوا الساعة 7 بالظبط قبل المباراة بساعتين. بساعتين. بالظبط. شكرا ليك جدا استاذ احمد فراج الناقد الرياضي من استاد السلام، الاستاد اللي هيقام عليه النهارده لقاء النادي الاهلي وفاق سطيف في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. نرجع تاني.